اي بنجي في شو القصة؟ زهرة كتير ضعيفة وسمين العاب العاب هلأ قال إذا أقبلت بابا الحمام على الوتر والله ما بعرف شو تشربه أبو سمين والله أبو وسط شو بتاكل؟ أوي وسط أوي وسط شو بيلا أجب يوم باردين الله يرضى عليك وين حط لي شيء عبد الوهاب اللي حكيتك فيها اليوم وهي اخذنا الخشب شلون عزمتنا نكمل ولا نوقف حاجتك طيب خليه يعرف ينام ليله بهناوي عم تقرقوا علي لاني خسرت كنت اشوفوا ابو مصعب شلون كان عم يبلعط بين ايدي امبارح بلعطه ابو سمين معي انت ثلاث هلا كان الاتفاق المغلوب يدفع المشاريع مزبوط لما بتمون سيد خالي بتمون على هالرقبه خدم خدمتي خدم شرف ابو سمين يسلمون فيك سلمون ابو عمار بدكم الصراحه يا جماعه انا بعد ما طلعت تقاعد صارت خلاقي الضيق ضيق كثير مع انه ما كنت هيك النوب والله مظبوط وهذا اللي عم يصير فيني وفيك صحيح كانت الوظيفه مكربه بس كانت تسلينا وتلهينا بدو ربكم انكم طلعتوا تقاعد وانتم بصحتكم وعافيتكم بدك تضرب من الوظيفه وساعدكم مظبوط عم تحكي انا كمان صدري خري من الوظيفه من حلجه القطن والغريب بالموضوع انه في ناس بتلحش حالها لحش على الوظيفه وفي ناس ما بتصدق انت تطلع منها مثل حالاتي هلا غيرونا هالحديث شو رايكم نطلع على السيران بكره حتى نغير جو جو القهوه ونشم هوا نضيف فكرك وين بدنا نطلع والله فكرين نروح على الغابه طيب شو رايكم نروح على الشادلوا او على بسيمه نقعد على كتف النهر لا حبيبي لا ما بدنا نروحها نسيت شو صار فينا الجمعة الماضية اي والله نصار عراسنا من المسجلات واختنقنا من ريحة اللحمة لا ويلي عم يسبح بكلسونه بالنهر ويلي عم يغسل طناجر ويلي عم يصيد بالقصبة كأنه واقف على البحر المتوسط حالي اي والله كان رح يعور لي عيني بالقصبة تبعه قلت له يخرب بيتك انت عم تصيد سمك ولا بني آدمين طيب ماشي الحال عالغابة عالغابة شلون سيارتك خالي؟ مثل النحلة على كل الأحوال أنا وسيارتي بالفعل أصبح خلينا نسجل شو لازم نجيب معنا أغراض حتى ما ننسى ها هذا الكلام يلي بينسمع يا منير هاد طبق ورق فاضي لإلا شو صار معك يا عيني يلا يلا أبو سمير إيه أبو سمير هي بصر شو بدك جيب لك كمان جيب لك البرجيز لا شو جيب البرجيز هي لعبة نسوان روحي جيبي الشطرنج وطاولة الزهر ولايش طاولة الزهر والشطرنج؟ يا هي يا هي هلا انت شو بدك من الشغلة؟ ناس بتلعب شطرنج وناس بتلعب طاولة زهر ولوين اعتبرتوا تروحوا؟ على غابة ما رحت لها قبل هالمرة بس قال حلوة كتير تروحي معنا؟ يوه اسمعوا على هالحكي ايش وقحشني بيناتكم انا؟ بالسيران ما بيسوى قشرة بصلة لولاك يا روحي ان شاء الله بتقبر قلبي الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا رب بس ليش صاير لسانك حلو اليوم؟ لانه المسايره تلتل المعيشه يا عمري يوه يعني عم تسايرني مسايره مو قصه مسايره بس الحديث فن يا روحي فن فن عم تاخذني على هو عقلي لا معقول ولا هو اعطيني كنز سميكه لانه يمكن يصير برد بعد غياب الشمس وليش لحتى تضلوا للمساء بقى ارجعوا على بكير وانضبوا ببيوتكم حاكم الختيان مو لاقي النكشه لا حول ولا قوه الا بالله هلا اذا طلعت تقاعد معناتها صرت ختيان لك ليش طالعوك تقاعد؟ لو كان فيك خير ما رماك الطير، انت افهم من الحكومة؟ لا والله الحكومة افهم مني بكتير، بس انا اللي بدي افهمه شغلة واحدة بس. شو هي؟ بكل بلدان العالم بيعملوا التقاعد بسن ال 65 اذا مو اكثر، الا عنا. عنا الحكومة ما بتصدق امتى تقلعنا برات الوظيفة. لك صارت الساعة 8، شو قصتهم تأخروا؟ الحكومة بدها شباب بخيرهم. بقوتهم بزهوتهم مو خطايرة أكل الزمان عليهم وشرب لا بكشوا ولا بنشوا معظم زعماء العالم عمرهم فوق 70 بقى معقولة يستلموا البلاد وهن لا بكشوا ولا بنشوا ما دخلنا هديك سياسة لك ليكو تانية شو عم تحكي ليش السياسة بدها خرفاني طولوا الجماعة شو قصتهم طيب ضروري الدولة تنسأل عنكم كل العمر ليش ما بتعملوا نشاطات لحالكم وبتفيدوا هالناس ومين قالك ما عم فكر بهالشي؟ وبإيش عم تفكر؟ ما في شي محدد بذهني
بس صدقيني يا شهيرة أنا عم فكر بها الإطار. المهم هلأ روحي الله يرضى عليكي هاتي المنقى لحتى نشوي عليه. طيب كل هالأغراض أنت بدك تجيبه؟ لا لا أنا عم جيبه اللي اتفقنا عليه وبس. المنقل عن أم سعيد استعارته من جمعة لما عزمت سهرة على الكبة المشوية وعملت له كمان. شو بدي بالحكي؟ روحي جيبيه بسرعة. ها يمكن وصلوا الجماعة. ألو؟ أهلين خالد يسعد صباحك. إيه طبعا جاهز. يلا يلا دقيقة واحدة بس. لا 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 تعذب حالك. أنا بحمل الأغراض. يلا يلا كفوا يا شباب. هاي غابة ولا مزبلة؟ شو المنظرات؟ شو بيعرفني؟ لو نحن على نهر الشادروان ما كان أحسننا؟ ليش مين قال لك هيك أحسن؟ الله وكيلك الناموس قايم معي فوق قشر البطيخ ضايع الطبقات المكبوبة. شو هالناس هاي معقولة اللي بيعملوه؟ فالج لا تعالج. لا كنا نتحسس ولا كنا ننضرب على قلبنا. كل ندوات التلفزيون والمحاضرات وحملات التوعية ما عم تجيب نتيجة، كلها فاشوش بفاشوش. العمى شو المناظر هاي؟ إيه ما في نشح إلا مكبوب الغابة؟ سيدي وين نعود هلا؟ رجعوا لكم رجعوا رجعوا خلينا ندور على قرنة نظيفة. ليش في قرنة نظيفة؟ امشي يلا امشي امشي يلا مندور اللي بدور بيلاقي. امشي هاي قاعدة هاي دف على الرواية. ما بيعرف انه بيجيز يرجع له مرة تانية؟ لك شو بيعرفني؟ بدك مين يقدر؟ قسما بالله لما بشوف شجرة محروقة او مشلخة او محترقة بيلتدع قلبي من جوا. شو هاد يا؟ شو الناس هاي؟ فالج لا تعالج. لا سيدي ما حذرت بدي عالج. قال لا تعالج. على مهلك على مهلك بسمين. الله يا أم سمير جايب لك كروسانات بيستاهلوا بقك. الله يسلمك تسلم. هات هات هالقهوة من عندك أبو عمار هات لقلك. تكرم أبو مصعب أحلى فنجان قهوة يخدم شواربك. جايب بزر؟ إيه جاي. وقضامي؟ وقضامي كمان. سلم إيديك. إيه أبو مصعب من أولا معيد شواربك سمعنا غنية من اللي بيحبون قلبك. خلينا ناكل كروسان بالأول لاحين على الغني. هلا غنينا شي غنية بتفتح نفسنا وبعدين بناكل. إيه مشان الله شي غنية لعبد الوهاب تطلع حلوة معك انت زماني يرجع يا جميل. ايه امرك امرك ابو سمير على راسي بتمون انت الله يسلمون لك اهلين ابو عمر. اهلين حبيبي ابو مصعب. صب له. انت الزمان اسمح يا جميل. انت الزمان اسمح على شط النيل.
يا زماني حسهر مع الحب تاني. يا هل ترى يا زماني حسهر مع الحب تاني وانا لك جوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهلي. شفتونا شي أرنب أبيض وأسود مارق من هون؟ أرنب أسود وأبيض؟ لا والله يا حبيبي، الأبيض والأسود بطلت موطو الحكي للملون بهالأيام. يعني ما شفتوه؟ لا ما شفناه. ما شفناه. شفنا. ليكو طريف ليكو ليكو لك العمى رايحين على حرب هدول. لك أنا بس بدي أفهم ليش في ناس إلى مرأة بالقتل؟ شقفت أرنب عم يلعب بهالعشب مسكين، يتركوه بيهمه ويمشوا. تاكلوا كروسان؟ لا سيدي لا، خليها لبعدين. قسما بالله يا جماعة، قسما بالله، وقت ما سمعت صوت الأقواس نقزت وشعر بدني كلها توقف. هلأ أنا اللي بدي أفهمه، مين ما حمل بارودة صيد لازم يقوس فيها ولا شغلة بدها رخصة؟ إيه بلا رخصة بلا بطيخ، مين سائل؟ فالج لا تعالج. إيه سيدي، أنا راي عبي شوية مي من النبع. جهز للأرجيل يا خالد على بين ما أرجع. شو رأيكم نغلي شاي مشان نشربه مع الكروسان؟ لاحقين على الكروسان تبعاتك. تعرف وين النبع أبو سمير؟ ايه بعرفه. ادير بالك لتاكل لك شي خرطوشة طايشة من هدول الصيادين. ولا يهمك، رح ادير بالي. ابو قذر عجمي. يعطيك العافيه. مرحبا يا اخ. اهلين. هلا حي الله. دخلك بتعرف لي وين نبع الغابه؟ عفوا شو تفضلت؟ نبع الغابه. نبع النبع. اي نبع يا زلمه؟ شو انو نبع؟ ليش كم نبع فيه هون؟ اه قصدك نبع الغابه. اه بالضبط هذا هو. اي طمك الحج والناس راجعه يا زلمه. شي ليش عم تحكي معي؟ يا خي لانه النبع نشف من زمان، اسه صار محله فيه نقعه مي بركي، يعني كلها طين ووحل، والقرار الضفادع عم تلعب فيها لعب. القرار عم تلعب فيها؟ ايه. وشلون نشفت ميتو هاد؟ وين راحي؟ راحت بتلاقيها يعني بمسبح ابو النصر بدك تقول. وينو هذا مسبح ابو النصر؟ بالربوي؟ لك لا يا زلمه مش بالربوي. بالكسوه؟ لا يا زلمه مش بالكسوه. وينو لكان هاد؟ مسبح ابو النصر يا زلمه، مسبح ابو النصر هون بفيلتو اللي عمرها على راس الجبل. ما فهمت عليك يا اخي، شلون راحت مية النبع لهنيك؟ انت ابن المنطقه؟ لك انا يا زلمه، انا من هون من ضيعه حوش الغابي. شلون راحت المي لمسبح ابو النصر؟ قر يا زلمي قر، بدها زوال يا زلمي، كيف بدها تروح يعني؟ حط موتورين مي وشفط كل المي اللي عنده لفوق. ايوه، وليش ما اشتكيتوا؟ نحن بدنا نشتكي يا زلمي، نحن بدنا نشتكي، ولك هذا ابو النصر بروحنا كلياتنا. اللي بتقصر تنوره، اللي بتقصر تنوره، تلحقها عيون الشباب. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متميسة. يا ليل طول شوية
عالناس الحلوة دي يا ليل طول شوية عالناس الحلوة دي دلغة تاكلوا كروسان لبي ما يجي أبو سمير ها ليك وينو يعطيكم العافية الله يعافيك أبو سمير شو؟ شايفك طولت الغيبة ورجعت بالخيبة وين المي؟ كانوا مي هاي النبع مصطوم مسدود بالطين هلأ نشف على حظنا في واحد مسؤول اسمه أبو النصر شفط المي لمسبحه ايه ومنين بدنا نجيب مي هلأ؟ شو بهن هدو؟ مرقوا ما قالوا مرحبا؟ تقول صادين فيه؟ أنا شغلة الصيد كلها ما فاتت لعقلي ليش ما منترك مخلوقات الله تسبح ربها ونتركها بحالها؟ معك حق لو عم يصطادوا مشان ياكلوا لأنهم جوعانين منقول فيها وما فيها بس عم يتسلوا هدول وهالشي كله لازم يتصلح وشلون بده يتصلح بقى سيدو؟ فالج لا تعالج شوف أبو عمر أنا لحالي ما بقدر صلح شي بس إذا تكاترنا واشتغلنا مع بعضنا ممكن نصلح وممكن نجيب نتيجة تاكلوا كروسان؟ لك ايه من هلأ من الكروسان تبعك واسمع شو بدي اقول والكلام للجميع هات ما عندك ابو سميرات لنشوف بصراحة وانا راجع على الطريق خطرت ببالي فكرة بخصوص شو؟ شو عم اقول لحالي؟ عم اقول انا هلأ طلعت على التقاعد ولازم اشتغل بعمل مفيد استمتع بممارسته واخدم بلدي فيه مثل شو؟ ليش ما منساوي جمعية نحن الأربعة مهمتها الحفاظ على البيئة ومنع التلوث؟ والله الفكرة معقولة وليكن اسمها مثلاً أصدقاء الشجرة بس أنا شايف أنه هالاسم ما بيعبر تماماً عن أهداف الجمعية بدنا نشوف لنا اسم أحلى شو رأيك يا أبو سمير نسميها جمعية الأصدقاء لحماية الغابة من الأعداء حلو لا لا مو حلو منوب وطويل وبذكرني بالشبيبة والطلائع بدنا اسم أنيق أكتر هلأ من كل عقلكم اعتمدتوا تأسسوا جمعية شو عم نلعب لك هو الحق معه أبو سمير لازم يكون الاسم رنان وقله فعل المغناطيس شو رأيكم نسميها الغصن الأخضر جرين برانش والله هالاسم معقول وجذاب الغصن الأخضر الغصن الأخضر إذا وافقتوا على الاسم وعرفتوا الأهداف يلي نحن أكيد متفقين عليها من وحي مشاهدتنا وملاحظتنا ارفعوا لي أصابعكم موافقين موافقين بالإجماع عظيم ما أحلانا ونحن عم نختلف بجلسة التأسيس بس بتعرف يا أبو سمير أنا عندي إحساس إنه هالقصة بدها موافقة من الدائرة الاجتماعية حتى نحسن ناخد رخصة طبعا بدها موافقة لكن شو سيدي مو مشكلة بكرة منقدم طلب وبس يعطونا الرخصة منفتح باب الانتساب ومنستأجر مقر للجمعية ومنبلش نشاطنا بقى شو قلتوا؟ موافقين موافقين الله نتكل على الله هلأ صار دور الكروسان لكن نفخت قلبنا بالكروسان تبعك وأريدة تقرضك هات واحدة حتى دوقة هات دو دو للا هات دو صار له الأسبوع بايتين اي والله فعلا عاشية كتير لا والله مبارحة جبتو هلا هذا اللي خطر ببالك تخانقنا مع بعضنا ايشو نحن اولاد صغار لك ليش راجع بكير لانه الغابه ما بينقعد فيها يا شهيره كلها وسخ بالزباله والصيادين فلتانين على كيفهم والنبع نشفان وما في حدا لحدا معناته ما انبسطتوا مو هيك لا والله ما انبسطنا ولا شيء شفت شلون انت ما بتنبسط اذا ما كنت انا موجوده معك هو معك حق في شيء من الصحه ها بس هالروحه يا شهيره خلتني اطلع بفكرة مهمة يمكن توافقيني عليها شو هي؟ اقترحت على رفقاتي احسن ما ضل قاعد لا شغلة ولا عملة اقترحت عليهم تأسيس جمعية سميناها الغصن الاخضر للمحافظة على البيئة بقى شو رأيك بالاسم؟ حلو بس بيطلع بإيدكم؟ وليش لحتى ما يطلع بإيدنا بقى؟ وحياتك اذا زبطت هالجمعية ما رح يسترجي اي بني آدم يكسر عرق أخضر أو يصيد عصفور أو يكب محرمة على الأرض بكرة بتشوفي ومين اللي بده يمنعه؟ نحن اللي منمنعه يو دستور من خاطركم الحقيقة يا أخوان
مشروع جمعيتكم مشروع حيوي وفعال وأهدافه نبيلة ومفيدة للبلد، وأنا بكل صراحة وشفافية بحيي جهودكم، لأن بالنهاية بتدل على وعي حقيقي وتكاتف وتعاون بتتجلى فيه المقدرة على تحمل المسؤولية. أحسن ما الواحد يضيع ويشغل وقته بالسفاسف، لا بيشغل وقته بأمور بتفيد البلد. ما هيك والله، الله يخليك يا أستاذ. شكراً، والحقيقة هذا هو هدفنا الأول. ذكروني شو اسم الجمعية؟ مكتوب عندكم أستاذ، مكتوب عندكم جمعية جرين برانش، الغصن الأخضر. اسم جميل وله مدلولاته العميقة. صحيح معكم هوياتكم؟ إيه طبعاً طبعاً، ولو ما لنا نسيانين أبداً. الحقيقة اللي عم تعملوه أنتو هو عين العقل والصواب. يا بسام تعال عندي بسرعة تعال. ومين صاحب هالفكرة الحلوة؟ أنا أستاذ، لأني متقاعد أنا وأبو عمر، وحبينا نكون أمثولة لكل المتقاعدين، والأساتذة أصدقائنا رح يساعدونا بالتأسيس. بهنيك من كل قلبي. مور أستاذ. مسيك يا بسام، صور لي هالهويات على الوشين وبسرعة. حاضر أستاذ. صحيح، شو بدي أسألكم، معكم صور شخصية؟ لا والله ما حسبنا الحساب، ما حسبنا الحساب، ولا يهمكم لا تاكلوا، انا بصوركم هون وببلاش وبالوضعيات الثلاثه. يا جمال تعال عندي بسرعه. مور استاذ، صور لي الاخوان صور مرتبه وبالوضعيات الثلاثه. حاضر استاذ. شرف. بعد اذنكم. فيك تروح، كله تمام، بقيت شغلتكم ميسرة. ودخلك بيطول الترخيص حتى يطلع؟ لا 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 لا، ما بيطول أبدا، بس يا ريت بالمرة الجاية تزودوني بالنظام الداخلي للجمعية إذا ما فيها سئلة، مشان نقعد نناقشه سوا قبل ما تطلع الموافقة. حاضر أستاذ، بعد يومين إن شاء الله بيكون عندكم. تريدوا شي تاني أستاذ؟ لا أبدا، فيكم تاخدوا هوياتكم وانتوا طالعين. طيب شكراً. شكرا بالإذن أستاذ. شكرا أستاذ. تفضلوا يا جماعة. تفضل. عفوا صحيح نسيت، يا ريت لو تبصموا لي، نسيت لكم انا لازم اخذ بصماتكم. هيك الروتين شو بدنا نساوي؟ تفضل 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 يا استاذ ابو عمر. ميرسي. تفضل ابو عمر. الو الو، مرحبا، اعطيني الاستاذ عبد الكريم لو سمحتي. ألو مرحبا. مرحبا ابن خالتي، كيفك؟ الله يخليك، شو أخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. حبيبي، يا ترى فاضلنا شي نص ساعة زمان حتى أمرق عليك أنا ورفقاتي؟ لا لا أبداً، ما أنا واعين مشكلة ولا شي، بس باعتبارك محامي حابين تساعدنا بوضع نظام داخلي لجمعية. إيه طيب ماشي الحال، نحن رح نستناك بالقهوة اللي بنقعد فيها بعد ساعة. منيح. ايه نفس القهوة. طيب حبيبي شكرا كثير، الله معك، مع السلامة. والله فهمت عليك، بس لازم بالأول نناقش أهداف الجمعية، شروط الانتساب، مجلس الإدارة ومهامه، مالية الجمعية، حقوق الجمعية، يعني المكافآت، العقوبات، سبل الصرف، التبرعات إلى آخره. أخي باختصار أنا كتبت مسودة ورح أسمعك شو كتبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدف الجمعية، جمعية الغصن الأخضر، إلى حماية أشجار الغابة من القطع والحرق والقلع، كما تهدف إلى حماية حيواناتها وطيورها والعناية بنظافتها والتأكيد على الحرص بوجوب تنظيم زيارتها.
ان شاء الله الف مبروك. هل النظام الداخلي تبع الجمعيه صار جاهز؟ يسمو ديات، الحقيقه تعبناك معنا يا ابن خالتي. شو هالحكي؟ انت بتامر امر ابو سمير، بدنا خدمه نحن. الله يخليك. يسلمك. تسلم لي حبيبي. وبهالمناسبه ان شاء الله رح تكون محامي الجمعيه تبعنا بحال صار معنا مشكله هيك ولا هيك، يعني ما بتعرف. فال الله ولا فالك يا رجل. شو بقى اسد؟ اسمحوا لي انا عندي شغل بدي اروح. لا وين وين، لسه ما ضيفناك شيء. جايبين صدر بنافه ولازم تحلي اسنانك قبل ما تروح. عود تفضلوا استاذ. وهي النظام الداخلي تبع جمعيتنا. شو ها؟ لا ما في شيء استاذ، شويه كنافه مشان تحلوا درسكم فيها بهالمناسبه. اجتم مهلدين كلكم زو. الله يسلمك. صحه وانا صح يا قلبك. ومين كتب النظام؟ نحن بس. لا معنا الاستاذ عبد الكريم المحامي ابن خالتي، يعني كل فقره كنا نقراها ونناقشها بعدين نصوت عليها ونوافق. طيب يا هالكنافه ان شاء الله صحتين على قلبكم. هاك شوف، يحق لجميع المواطنين الحريصين على البيئه الانتساب الى هذه الجمعيه. شيء جميل، بس راح اعدل تعديل بسيط اذا سمحتوا لي. وشو هو التعديل استاذ؟ راح اشطب عباره الحريصين على البيئه، لاني بعتبر كل المواطنين حريصين على البيئه بالفطره يعني. طول بالك استاذ، يعني ما بصير تم العباره على حالها؟ لا انا لو الامر متروك لي كنت تركت العباره مثل ما هي وعلى حالها، بس صدقوني الجماعه فوق ما بيرضوا. هلا مجلس الاداره يتكون من 7 أشخاص ويتم انتخابهم كل عامين من الهيئة العامة. لا 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 لا، هيك ما بيمشي الحال. رح أعدل هالفقرة تعديل طفيف كمان لتصبح كالتالي. يتكون مجلس الإدارة من 7 أشخاص يعين 4 منهم من قبلنا. شايفين؟ تعديل بسيط لا يذكر. لو الأمر بيرجع إلي كمان كنت تركته، بس الجماعة ما بيرضوا. هون كمان يحق للجمعية رفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو الحرق. اسمحوا لي عن إذنكم، اسمحوا لي عدل هالعبارة. رح أضيف كلمة صغيرة قبل كلمة لا. يعني شلون بتصير؟ لا يحق للجمعية رفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو بالحرق. شو هي؟ يحق للجمعية نشر إعلانات ودعايات في الصحف والمجلات، ما في مانع. بس رح أضيف بعد إذنكم كلمة صغيرة بآخرها، بموافقتنا. هلا يا أخوان أنا الترخيص من عندي جاهز. تشكر يا أستاذ، تشكر. أيوة تكرم عينكم، بس أنتوا لازم تراجعوا الفرع 4-4-4. وليش بدنا نراجع الفرع 4-4-4؟ هيك الروتين، هيك جرت العادة. وأوعكم ما تروحوا، لأنه رئيس الفرع صار عنده خبر بزيارتكم. يا سلام. من هلا عم بدكم يستر حريمكم، أنا بروح معكم على الفرع 4-4-4. ما بيصير يا أبو عمر، ما بيصير. شو الحكي الفاضي هاد؟ لازم نروح كلنا سوا. أنا ماني فاضي بكرة. خايف يعني؟ ليش رح تخاف؟ لك اسمع اسمع، كلياتها شغلة 5 دقايق سؤال وجواب. شو بيصير لك يعني؟ 5 دقايق؟ هذا يا سيدي من سنة ونص تخانقت أنا وجارنا عبد الله السيار، واشتكيت عليه للبلدية لأنه حفر أبو تحت الأبو بالبناية تبعه. قاموا استدعوني على الفرق 4-4-4، قالوا لي كله سؤال وجواب. رحت لعندهم بعد الظهر، طلعت من عندهم بعد أسبوع بعد الظهر مكسور الظهر. إيه بس شغلة الجمعية غير شكل. مشكلتك مع جارك خاصة، بس موضوع الجمعية بعامل البلد يا أخي. أنا ما بروح بلاك. ها شباب ما ترد. شباب شو صار له؟ ما ترد. وين أبو عمر؟ ليش ما عم تردوا؟ شو بكون؟ سيدي
معكم عمره امبارح. مات؟ امبارح بالليل سيدي. وامتى كانت جنازته؟ اليوم الظهر سيدي. حسب معلوماتنا الزلمة ما كان فيه شي منه. صحيح، بس الأعمار بيد الله أستاذ سيدي. جاسم، يا جاسم، احترامي سيدي. دور لي بشتة الجنازات اللي صورتوه اليوم ولاقي لي جنازة أبو عمر طبشورة. حاضر سيدي. صدقتكن، وهلا خلونا ندخل بالموضوع الأساسي اللي جايين من شانه. بدكن تجاوبوني بصراحة، ليه سميتوا جمعيتكم باسم الغصن الأخضر؟ سيدي هذا أنسب اسم لقينا سيدي، ومعبر عن أهداف الجمعية سيدي، حلو على الإذن يعني. ومين اللي اقترحه؟ أنا سيدي أنا. هلأ أنت بتعتقد أن الدولة مقصرة بحماية البيئة لحتى تطلعونا بهاي الأفكار؟ لا سيدي لا، الحكومة محشومة، بس يعني نحن حبينا نساعدها. ليش هي كسيحة ولا مشلولة لحتى تساعدها؟ مين وضع النظام الداخلي؟ نحن الأربعة سيدي. بما فيكم المرحوم أبو عمر طبشورة؟ نعم سيدي، المرحوم اشترك معنا. ومين ساعدكم كمان؟ ابن حالتي، ابن خالتي، الأستاذ عبد الكريم المحامي. وين كنتوا تجتمعوا؟ مرات بالقهوة سيدي، ومرات عندي بالبيت، ومرات بالغابة سيدي. مرة واحدة بس. ماشي الحال، رح أستعرض معكم النظام الداخلي فقرة فقرة لحتى نشطب الكلمة يلي ما من لاقيها مناسبة. أول شيء المبادئ الأساسية. أنا حالياً انتهيت. شكراً سيدي. شكراً. عن إذنكم. لحظة. بتراجعوا الفرق 5-5-5. والله أنا أمي كان نازمني الأول يا جماعة. لكن شلون هيك توظفت معكم أنا ماني عارفة. طول بالك أبو مصعب. طول بالك، ما بصير هيك شباب. لك شلون طول بالي؟ هالمرة نفذنا من التحقيق، بس بعدين شو بده بصير معنا؟ والله ما بنعرف. لك يا أخي، بجوز يكون التحقيق بالفرع 5-5-5 أهون من التحقيق من الفرع 4-4-4. قال أهون. لك أخذوا ابن عمي ليحقوا معه لأنه مضوع هويته. فات العصر، طلع بعد 3 أيام بعد العصر، لقوا شو بعد ما انعصر قصر. هلا ما بدك تروح معنا يا أبو مصعب؟ لا أخي، دبروا حالكم لحالكم. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ احكي لك كلمة أبو سمير، أنا ما بدي روح. أخي بركي سألونا عنك بالفرع 5-5-5، شو بدنا نقول لهم؟ أخي أنا ماني رايح، يعني ماني رايح.
طب مصعب وينه؟ ليش ما عم تردوا؟ سيدي امبارح اخذوه على المستشفى، اجته جلطه بالليل. مسؤولين عن هالكلام؟ مسؤولين سيدي، مسؤولين. يا احمد جيب لي اسماء المرضى اللي جلطوا امبارح بسرعه. بيعرف ابو مصعب انه اليوم كان لازم يراجعنا؟ نعم سيدي نعم بيعرف. فوت. احترامي سيدي. سيدي هاي اسماء يلي انجلطوا امبارح وهي صورها هني عم فوتوا على المستشفى. مظبوط. هي اسمها ابو مصعب الوتر بيناتهم. صرف. احترامي سيدي. مصاري الجمعية منين بدكم تجيبوها؟ سيدي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات. في حدا اتصل فيكم من هون أو من هون وعرض خدماته؟ عفوا شلون يعني سيدي؟ يعني في حدا عرض عليكم تبرعات أو مساعدات من برا؟ أبدا سيدي أبدا. نقلتوا نظام الجمعية من أصول أجنبية؟ لا أبدا سيدي ما صار هذا الشيء. نحن بنفسنا حطينا سيدي. لوحدكم؟ لا سيدي ساعدنا فيه ابن خالتي الأستاذ عبد الكريم المحامي. هذا هو؟ نعم هذا هو. وهلأ رح نناقش سوا الأسباب اللي خلتكن تأسسوا الجمعية ورح نستعرض النظام الداخلي للجمعية. أنا اليوم انتهيت منكم. تشكر أستاذ. عفوا سيدي. لحظة لسه ما خلصت حكي. بتراجعوا الفرع 666. قلت لي خالد حشروش عمل حادث سيارة؟ ايه نعم يا سيدي عمل حادث سيارة للأسف. مبارح كان ماشي على الأوتستراد شارد ما بعرف بإيش عم يفكر، إجت سيارة طايشة لطشته سفقته زتته 4 متار لفوق نزل من لعبج لعبجي. هلا رح نتأكد. ألو يا مقلاد أعطيني الكاميرا 27 اللي حاطينها على الأوتستراد. بس هيك هالاستمارة وهي الأمر بتجاوب لي على كل سؤال بالتفصيل مفهوم؟ مفهوم أستاذ سيدي. وبتقرأ لي بصوت عالي لشوف. تفضل ارتاح. أمرك. ما هي الأحزاب التي انتسبت إليها منذ الإعدادية حتى الآن؟ ما هي الصحف التي تقرأها والصحف التي لا تقرأها؟ صرف. مظبوط، الزلمة دعسه سيارة.
أنا من جهتي خالص منك، بس بعد ما تجاوب على الأسئلة المكتوبة عندها بتراجع الفرق 7-7-7. حط لك لقمة أبو سمير؟ لا مالي نفس. لك إيش بك مهموم؟ شو هي أول مرة بتروح فيها على الفرق؟ ما شاء الله وكان حولك أخذت رجلك من زمان. خايف تكون هالمرة يا شهيرة آخر مرة بحياتي. يوه كش مرة وبعيد، شو الحكي اللي بكشش البدن هاد؟ أنا مو 100 مرة قلت لك بلالكن هالجمعية ما كنت ترد علي. حاجة شهيرة حاجة، راسي عم يجعني. طيب أنت ومين رايح بكرة على الفرق؟ لحالي بقمع راسي، ما في حدا تاني. خد هالأضابير الثلاثة لأنه صحابها واحد توفى والتاني مجلوط بالمستشفى والتالت ملقى حبيته بعد حادث السيارة. كبون سيدي؟ شو تكبون؟ نزلون على الأرشيف، خليني نزلون على الكمبيوتر، كله بيلزم. حاضر سيدي. إيه أبو سمير؟ مر سيدي، أستاذ سيدي. أنت صاحب فكرة حماية الغابة؟ نعم سيدي، نعم أنا. أنت أكيد ما فيك عقل. ليش يا سيدي؟ ليش تسمح الله؟ لأنه الغابة اللي عم تقاتل من شانها أنت وأصحابك ما أنا موجودة. شلون يعني سيدي؟ يعني الغابة احترقت، اختفت. أنت ما بتقرأ جرائد؟ اسمع، حريق كبير في الغابة لأسباب مجهولة، وأصابع الاتهام تتجه نحو أصحاب العقارات وتجار الأراضي. بس أنا شايف كل هذا حكي فاضي، الموضوع كله عبارة عن قضاء وقدر. عائب سيجارة عمل كل هالكارثة. إيه أبو سمير؟ أمر سيدنا. لسه بدك تساوي ترخيص؟ لا سيدي لا، مدام الغابة احترقت شو راح ينفع الترخيص؟ معناها أنت من عندي خالص، بس لازم تراجع الفرع 888 مشان تقنعهم بالأسباب اللي خلتك تتراجع عن ترخيص الجمعية. فرع 888؟ خايف لتقفل معي بالفرع 999.